السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتعرف اليوم على طريقة جدولة منشوراتك على صفحتك على الفيسبوك، وذلك لكي يتم نشرها في الوقت الذي تختاره. فما عليك إلا الدخول على صفحتك على الفيسبوك، ثم كتابة المنشور الذي تود نشره. مثلا سأقوم بنشر الحمد لله، ثم اختيار الوقت الذي تود أن يتم النشر فيه، وذلك بدل الضغط على زر النشر فيبلي تقوم بالضغط على السهم الذي يكون بجانبه، ثم تضغط على الخانة الأولى بلانيفيي، ثم تقوم باختيار الوقت والتاريخ الذي تود النشر فيه. مثلا سأقوم باختيار تاريخ 4 مارس، ثم أقوم باختيار الوقت، كتابة الوقت. مثلا سأقوم بنشرها في الساعة، مثلا في الساعة 18 والربع، ثم الضغط على بلانيفيي لكي يتم يعني وضع هذا المنشور في الانتظار. كما نلاحظ هنا يعني كات بيبليكاسيون بلانيفيي، يعني لدي هنا 4 منشورات تمت جدولتها لنشرها في وقت آخر. كما نلاحظ يعني هذه العملية جد سهلة. أتمنى تكونوا قد استفدتم منها، ولا تنسوا الضغط لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب للقناة، ولا تنسوا كذلك الالتحاق والإعجاب بصفحتي على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.